اليوم دورنا دور إعلامي، اليوم دورنا دور زينبي، دور الصوت والتبليغ وجهاد التبيين، جهاد التبيين. الناس تريد تعرف أنه منو حسين عصرها ومنو يزيد عصرها، تريد تعرف شنو تكليفه اليوم، تريد تعرف هل فعلا مثل ما يقولون بأنه يابا الفلسطينيين نواصب وكذا، وإحنا شنو دين نداعي بهم ونداعي بحقهم وكذا. لو لا، يجب أن كل مراجعنا اليوم تدعو إلى نصرة غزة ونصرة الفلسطينيين. وإذا إحنا تاركين هالموضوع ومهتمين بس بقضية الإمام الحسين بذلك التأريخ، وهذا الإمام الحسين ما يريد هذا المعنى. أحسنتم. زينب سلام الله عليه طلعت من هذا الإطار واندعت الناس إلى أنه بني أمية منه، إلى أنه الإسلام شو يريد، إلى أنه اليوم شنو تكليفنا،